أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك أولا. ثمة اعتقاد أبعد ما يكون عن الحقيقة بأن تدخين الشيشة أقل ضررا من تدخين السجائر بسبب نكهات الفواكه الفواحة وتنقية الماء، ولأن تدخين الشيشة مقبول اجتماعيا أكثر من تدخين السجائر، زال حرج النساء والشبان الذين يقبلون بأعداد متزايدة على الشيشة. ومما يفاقم المشكلة أن تدخين الشيشة لا ينطبق عليه حظر التدخين بالعديد من البلدان، كما أن القوانين المطبقة عليها أقل صرامة من تلك المطبقة على تدخين السجائر. تعد الشيشة التي تعرف بأسماء عدة في البلدان العربية مثل الأرجيلة والنرجيلة وسيلة شائعة لتدخين التبغ، ويقال أن أصلها يعود إلى بلاد فارس والهند اللتين عرفتاها قبل أكثر من 4 قرون. وقد ظهر التبغ المصنع خصيصاً للشيشة بنكهات مختلفة مثل التفاح والأناناس والشوكولاتة وغيرها قبل أكثر من 20 عاماً، ما جعل الشيشة تنتشر بسرعة خاطفة في بلدان الشرق الأوسط ومنها إلى بقية بلدان العالم. إن التبغ ودخان التبغ الذي يستنشق خلال تدخين الشيشة يحتويان على مواد سامة ومسرطنة معروفة، بل وبتركيز أكبر بكثير من السجائر، ولا يقف الخطر عند هذا الحد، فالفحم ولفافة الألمنيوم المستخدمان في إشعال التبغ ينتجان مستويات عالية من أول أكسيد الكربون والمعادن الثقيلة على صحة الإنسان. يقلل التدخين من كفاءة أداء الرئتين لوظائفهما، كما ويتسبب بحدوث سرطانات الرئة والفم والمريء والمعدة، ويؤدي إلى ارتفاع تركيز غاز أول أكسيد الكربون ونسبة الرصاص بالدم، ويساعد على ازدياد نسبة انتشار التدرن الرئوي عند مستخدمي الشيشة ونقل الأمراض المعدية عن طريق استخدام نفس الخرطوم حتى ومع تغيير المبسم، بالإضافة لانبعاث الروائح الكريهة والتأثيرات السلبية الأخرى مثل خشونة الصوت واحتقان العينين والفم وظهور تجاعيد الجلد والوجه. يشدد الأطباء على أن التدخين بكل أشكاله يعتبر عادة مميتة، ويجب علينا أن ندرك مخاطرها بجدية. ولمن يعتقد بأن بإمكانه التحكم بآفة التدخين أو أنه بمنأى عن المخاطر المنطوية عليها، فنقول له بأن هذا الاعتقاد خاطئ تماماً. ودائماً ما يشجع الأطباء الأهل على لعب دور كبير في تعريف أبنائهم بمخاطر تدخين الشيشة، مثلما يشجعون المدارس على إطلاق حملات توعية تثقيفية بمخاطر الشيشة وتعريف طلابها بسبل حماية أنفسهم من الانجرار وراء الأصدقاء وتقليدهم في تدخين الشيشة. لذا ننصحك عزيزي المشاهد بترك التدخين فورا وبممارسة الرياضة، وأقبل على الحياة الصحية الخالية من السموم ليتحقق شعارنا صحتك أولاً.